بسم الله الرحمن الرحيم. حسن مزوري، مدير مركز التدرج مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة القيادية بجوزة. طبعا يأتي تدشين هذا المركز وهذه المعلمة المهمة في المنطقة الشرقية، تنفيذا أو في إطار العناية السامية وفي إطار المبادرة السامية الملكية في تنمية الجهة الشرقية، وكذلك اهتمام جلالته لساكنة الجهة الشرقية وخاصة المناطق أو الأحياء ناقصة التجهيز المجاورة لمدينة جدة، واللي حنا كنتواجدوا في حي منهم هو حي الأمل جوج محرشي. طبعا وجاء تدشين هذا المركز وبناء هذا المركز عاد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة التقليدية في تعزيز البنية ديالها التحتية. وهذا المركز هذا هو تدشن على مساحة 1400 متر مربع، ويروم هذا المركز ثلاثة ورشات، الأولى للنجارة والثانية للحدادة، الثالثة للخياطة التقليدية. وكذلك يشمل هذا المركز ثلاثة قاعات للدروس التكميلية العامة، وقاعة للإعلاميات، ومرافق إدارية ومرافق صحية، وقاعة الاجتماعات. طبعا تم تسجيل هذه السنة، سجلنا 117 متدرج في إطار النمط اللي هو التدرج المهني اللي كنشتغلوا فيه بشراكة مع غرفة الصناعة القيادية بوجدة وكذلك المندوبية الجهوية للتكوين المهني. سجلنا 117، منهم 21 في حرفة النجارة، و16 في حرفة الحدادة، و73 في حرفة الخياطة التقليدية، و7 عندنا في السنة الثانية. الطاقة الاستيعابية لهذا المركز هي 200، ونحاول إن شاء الله أننا تعليمات ديال السيد الوزير أننا نضاعفوا من هذا العدد ونسجلوا، وخاصة هاد الشباب نستهدفوا هاد الشباب ديال هاد الأحياء ناقصة التجهيز، باش كل الشباب إن شاء الله يستافد من هذه المعلمة اللي تشنها اليوم سيدنا في هذا النهار هذا، لا من الشابات ولا من الشباب، باش يجيو يتعلموا واحد الحرفة ديال الصناعة التقليدية اللي تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل. طبعا الأهداف ديال هذا المركز هذا عدة ولخصوها فيما يلي: أولا تمكين الشباب من تعلم واحد الحرفة ديال الصناعة التقليدية اللي تمكنهم في الاندماج في سوق الشغل، وكذلك مد مقاولة ديال الصناعة التقليدية بالجهة بواحد اليد عاملة مؤهلة ومتدربة، وكذلك الحفاظ والاستمرار على الحرف ديال الصناعة التقليدية، وبالأخص المحافظة على الحرف اللي هي في طريق الانتقال. Thank you.